وده يرجعنا مثلا للناس اللي بتشتري ادويه المستورده المهربه مثلا. كل الناس طبعا عارفه ان في اماكن كتير بتبيع الموضوع ده. معظم الادويه دي مثلا بتبقى جايه داخله مصر على الطريق البري غالبا، متخزنه جوه عربيات مثلا ومعديه من بلد لبلد. فدي تعرضت لدرجه حراره 60 يعني مش 30، فبالتالي احنا دايما بنقول ما تشتريش دواء مستورد حتى لو اصلي ومتهرب، لان غالبا هو متهرب جوه عربيه عشان طريقه التخزين بالظبط، فتخزينه خاطئ تماما. فده اول حاجه خطا. حاجه تانية مثلا، في ادويه لما بتتفتح لازم تستهلك في وقت معين زي ادويه الشرب مثلا. كل دواء بقى الصيدلي بيبقى المفروض اساله، وانا لو فتحت الازازه استخدمها لمده قد ايه؟ دي طبعا دي مهمه جدا، لان الناس برضو بتفتح ادويه الكحه والادويه والقطره والمضاد الحيوي اللي بيتم بالظبط، وتفضل سايباها بالسنين وتقول انا طالما التاريخ لسه ما عداش. لا، وده بنتعرض له يا دكتور كمان مع ادويه الاطفال كتير. بالظبط. طب ما هنا دكتور واجب على شركات الادويه يا فندم، يخلص يمشي خلاص أرمي. واجب على شركات الادويه ان هي زي ما بتحط تاريخ صلاحيه بالنسبه للحاجات اللي بيبتدي من تاريخ الفتح، واجب ان هم يحطوا تاريخ كمان، يعني من بدايه الفتح يكتبوا من بدايه الفتح سنه عشان الناس تعرف برضه. هتلاقيها مكتوبه في النشره الداخليه. احنا بقى ما بنتعبش نفسنا، معلش، ما بنتعبش نفسنا ندخل النشره الداخليه. في النشره تلاقي فيه تاريخين، التاريخ الصلاحيه موجود على العلبه من بره، ومن جوه لو كان الدواء ده لما بيتفتح لازم يستهلك زي القطرات في وقت معين بيبقى مكتوب في اخر حته في النشره الداخليه.